السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الطلاب الصف الثالث الثانوي. أهلا وسهلا بيكم في واجب الحصة رقم 5 للترم الثاني. على بركة الله يا حبايبي، هنبدأ بأول جزء لحبايبي طلاب الأزهر في الكتاب حبايبي كتاب إكسلان صفحة 255. والجزء ده طبعا جزء خاص بطلاب الأزهر، ولكن مفيش أي مشكلة لو طلاب العام سمعوا إجابته. حبايبي الجزء ده هو سؤال الديالوج المحادثة، هقول إجابات المحادثات، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله وإحنا بنحل واجب القصة من مذكرة القصة على شابتر 9 إن شاء الله هنلاقي برضو جزء محادثات خاص بطلاب الأزهر. يا رب وفق الجميع إن شاء الله. حبايبي أول محادثة بين أحمد وإبراهيم، الاتنين طبعا بيتكلموا حبايبي عن البوك فير، معرض الكتاب، صفحة 255 من فوق. أول سؤال هيبقى Have you bought all the books you like it? Have you bought all the books you like it? هل اشتريت كل الكتب اللي انت عايزها؟ قالوا no, I haven't all the books، كل الكتب طبعا مش كلهم. It like it and wanted I couldn't buy. ليه؟ يبقى هيقولوا في رقم 2 Why؟ هيقولوا they were too expensive. كلمة تو حبايبي معناها جدا لدرجة أن لا، جدا لدرجة أن لا. رقم 2 نكتب واي، يجوز أن تكتب السؤال واي فقط، عادي جدا. تمام، انزل بعد كده النقطة رقم 3 I wish I had come with you، ياريتني كنت جيت معك. I wish I had come with you. يا طلاب العام، يا طلاب الأزهر، الملحوظة دي مهمة جدا، عند التمني شيء في الماضي نستخدم الماضي التام. خلاص I wish I had come with you. بعد كده أخيرا قالوا never mind، لا عليك، next year العام القادم you can come with me. يبقى النقطة الأخيرة you can come with me. انزل المحادثة اللي بعديها، أمال ومنى بيتكلموا عن الأولمبيك جيمز، دورة الألعاب الأولمبية. أول سؤال طبعا Why haven't you replied to me؟ ما ردتيش ليه عليا. Why haven't you replied to me؟ Since this morning، منذ الصباح. طبعا رقم 2 قالت لها هي won، بتقول لها شفتي محمد محمود لما فاز، when he won، لما فاز، قالت لها بالتأكيد، يبقى رقم 2 he won. رقم 3 yes of course، بالطبع، he couldn't stop smiling. couldn't stop يا حبايبي بيجي وراها الفيرب ing، couldn't stop لا يمنع نفسه عن، بتسوي تعبير اسمه can't help او couldn't help، بيجي وراها الفيرب ing. آخر سؤال What is your lifelong ambition؟ إيه حلمك وطموحك طول الحياة؟ تمام؟ يلا صفحة 256 المحادثة اللي فوق بتكلم عمر في البنك وعايز withdraw، يسحب a sum of money، مبلغ من المال. الراجل بينادي وبيقول رقم 400 تمام and 850 تمام؟ طبعا بيقول هنا رقم 485 458. How can I help you? Yes, I want to. كمل بقى. Yes, I want to withdraw a sum of money. What's your account number? يا رقم الحساب؟ قال له الرقم. May I have a photocopy of your ID? ممكن اخد صورة من ال ID بتاعك، الكارت بتاعك. I don't have a photo A copy. معيش نسخة. قال له no problem. Give me your ID. يبقى no problem. رقم 2. رقم 3. How much money do you want؟ كم كمية فلوس انت عايزها؟ قالوا طبعا 27 pounds، 20,000 جنيه. How much money do you want؟ بقى تحبهم يبقوا ازاي؟ How do you like؟ رقم 4. How do you like او how do you want them؟ How do you want them او how do you like them؟ Sign here، وقع هنا، under the wristband، تحت التسليم. المحادثة اللي بعديها رقم 1 is of course، نعم. What is the cause of weather؟ is of course، نعم بالطبع. بعد كده what do you mean؟ تقصد ايه؟ قال له climate change، تغيرات المناخ. do you know what it is؟ هل تعرف ايه هو تغيرات المناخ اللي بيسببها؟ طبعا الايه؟ تقطيع الاشجار والجلوبال ويرمنج، وارتفاع درجه حراره الارض. do you know what it is؟ هل تعرف ايه اللي بقول لك اقصد بيه الكلام ده؟ رقم 3 do you know one of them؟ تعرف احدهم، احد هذه المشاكل بيسببها ارتفاع درجه حراره الارض.
قال له one of them is that sea levels will rise، ان مستوى سطح الميه بيزداد، which means اللي يعني ان الكوستال areas، ان الاماكن الساحليه بتبقى تحت الميه. it seems very dangerous، الامر خطير جدا. وما الحل؟ but what is the solution؟ في رقم 4 حبايبي المحادثه 257 من فوق، اتنين اصحاب بيتكلموا عن البروس اند كونز، مزايا وعيوب الاي بوكس. الاي بوكس الكتب الالكترونيه، الكتب الالكترونيه، تمام. طبعا اي وندر، انا بتساءل لو نقدر نقرا البيست سيلر، افضل الكتب او اشهر الكتب كاي بوك. رد عليه وساله وات ار ذا اي بوكس، قالوا ايه هي اي بوكس، ما يعرفش وات ار ذا اي بوكس، علامة استفهام. قالوا زي ار الكترونيك بوكس، دي كتب الكترونيه. قالوا هاو دو يو ريد ذيم، وازاي بنقراها، على الموبايل، على الكمبيوتر، اي حاجه، او باستخدام الالات الحديثه عادي جدا، سمارت فونز مفيش اي مشكله. وات ار ذا بروز اند كونز اوف ات، ايه مزايا وعيوبها. قالوا اي سي، اعتقد، او انا ارى. اي سي، اي سي دي زي اي اندرستاند كده. اي سي اي بوكس ويل بي جود فور ذا انفيرمنت. بعد كده ليت مي اكسبلين، ثينك اوف ذا تريز وي سيف، شوف قد ايه الشجر هنوفره. سأله سؤال، قال له يو هاف تو باي فور ذا ريدر اند داونلود، تمام. يبقى كيف احصل عليها؟ هاو كان اي يوز ذيم، او هاو كان اي جيت ذيم. المحادثه اللي تحتيهم، ايجيبت از جوينج تو لانش، مصر هتطلق انيو ساتلايت قمر صناعي جديد. منى قالت لإناس كذا، اطلع اي دي سجري، لا 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 مش متفقه معاك، ده مش مضيعه للمال. يبقى اي ثينك اتس ا ويست اوف ماني، اي ثينك اتس ا ويست اوف ماني. هاو دو زي هيلب اس، وازاي تساعدنا، تساعد الطيارات، تساعد السفن، اي فوائد للاقمار الصناعيه. زي كان هيلب بلينز اند شيبس. رقم ثلاثه، وات ايلس، وايه كمان؟ قالت لها بتعطينا باترنز اوف، نماذج او ايه، معلومات عن تغيرات المناخ زي الفيضانات. نقطة رقم 4، are there other uses أو are there other benefits، هل في فوائد أخرى؟ حبايبي من صفحة 258 الكلام ده اتحل قبل كده بالنص. صفحة 259 نفس القصة، أما التراجم اللي من تحت 259 دي تراجم حلناها قبل كده في مذكرة التراجم، كانت بالنص. فطبعا حبايبي هتحلوهم تاني مع العلم، دول محلولين في مذكره التراجم الاولى، ومحلولين على مستوى اليونتس، تمام، من 259 الى 260. 261 رايتنجز السي، تمام، لطلاب الازهر رايتنج ولطلاب العام، لازم تكتب ولازم تراجع مذكره السي كويس جدا جدا، تمام، عشان اتعلمنا ازاي نكتب، واخدنا الرايتنج على شكل تشويس واخدناه رايتنج، تمام؟ أسئلة مقالي وأسئلة تشويس، تمام؟ أدي عندك أول موضوع طبعًا، importance، أهمية قناة السويس، أنا في صفحة 261 من فوق. التاني إنترنت بولينج، تمام؟ السرقات على الإنترنت، أو البلطجة أو التنمر عبر الإنترنت، تمام؟ كلمة بولينج بلطجة أو تنمر أو سرقة. رقم السؤال اللي بعده، people who inspire، مين اللي بيشجعك؟ اكتب عن شخصيات بتشجعك، بتلهمك. اكتب عن كتاب استمتعت بيه كتير. اللي بعديها، الحياه في 2050، يعني يقصد بيها الحياه في المستقبل، اللي هو تمام الحياه ان ذا فيوتشر. الموضوع الثاني، يور فيوتشر بلانز، خططك في المستقبل. انا بذاكر، نفسي ابقى كذا، استخدم جوينج تو، استخدم ويل. انزل بعد كده، هاو تو كيب هيلثي، كيف تحافظ على صحتك. ذا بروبلم اوف فود شورتيج، مشكله نقص الطعام. بعد كده الموضوع اللي بعديه، ريزونز، اسباب السعاده، تختلف من شخص لاخر. او بعض الناس يعتقدوا ان السعاده في المال، وفي ناس بتعتقد ان السعاده في التعليم، وناس تعتقد ان السعاده في الخارج. وابدا اشتغل على الموضوع بتاعي. وان فيفرابل كاركتر، احد الشخصيات المفضله اللي انت لوك اب تو، حلو قوي لوك اب تو، يحترم. حبيب قلبي اكتب، يعني اشتغل، مفيش اي مشكله. بعد كده 487، الوظيفه اللي تحب تشتغلها. واخيرا اهميه الان كده، اللهم لك الحمد ولك الشكر، كده الكتاب انتهى تماما. دلوقتي حبايبي نروح مع بعض ونبدا نفتح مع بعض ان شاء الله مذكره يونت 10، بالتحديد صفحه 13، بالتحديد صفحه
13. تمام حبايبي؟ بالتحديد صفحة 13. يلا كده مع بعض، تمام؟ يلا نشوف صفحة 3 دلوقتي حبايبي. يلا مع بعض نشوف صفحة 3 في مذكرة يونت ايه؟ يونت 10. يلا حبايبي، تمام؟ يلا صفحة 3 عندك من تحت خالص، صفحة 3 الجملة رقم 1 طبعا هتبقى tourist attractions، 1 هتبقى tourist attractions، تمام؟ ده رقم 1، يبقى tourist attraction في رقم 1 the most popular tourist attraction. الجملة رقم 2 هيبقى حلها طبعا picturesque. بعد كده حبايبي رقم 3 هتبقى landmark، رقم 4 هتبقى remains، رقم 5 هتبقى column. خلاص حبايبي، تمام؟ بعد كده هنشوف صفحة مع بعض، صفحة 4، صفحة 4 من فوق، تمام؟ الجملة رقم 6 هتبقى temple، 6 هتبقى temple. الجملة 7 هتبقى port، تمام؟ the largest port. الجملة 8 هتبقى miss، تمام حبايبي. بعد كده عندي الجملة 9 هتبقى heritage sites. الجملة رقم 10 monument، تمام؟ هننزل تحتيها في سؤال الكمبليت، تمام؟ في سؤال الكمبليت رقم 1 هتبقى landmark، رقم 2 هتبقى column اللي هو العمود، رقم 3 monuments آثار العالم، تمام؟ بعد كده رقم 4 هتبقى myth. خلاص حبايبي، بعد كده هنكمل في صفحة 5، في صفحة 5 في التلت الفوقاني. الجملة رقم 1 هتبقى طبعا heritage الجملة اللي هو التراث. الجملة رقم 2 هتبقى light house المنارة. الجملة رقم 3 هتبقى عندي dedicate، تمام؟ الجملة رقم 4 هتبقى طبعا ايه بقول picturesque اللي هو رائع او فاتح. خلاص حبايبي، بعد كده ننتقل الى صفحة 7، صفحة 7، تمام؟ يلا كده صفحة 7 جزء الكمبليت الاول. طبعا اول جملة I remember digging up an old coin as a child in my garden. digging up طبعا هنا remember هنا واخده ing لان الحدث تم، خدوا بالكم remember ing هنا لان الحدث تم، فهتبقى digging up لان هو افتكر الكلام ده لما كان طفل، تمام؟ الجملة رقم 2 come across طبعا. الجملة رقم 3 ايه بقول handed in يسلمه الى قسم الشرطة، handed اخدناها ماضي. الجملة رقم 4 picking up. ننزل بعد كده choice. الجملة رقم 1 dedicate. الجملة رقم 2 remains بقايا او اثار. طبعا الجملة رقم 3 column عمود، هو بيكتب عمود اسبوعي في جريدة محلية. الجملة رقم 4 هتبقى pictures number A. الجملة رقم 5 heritage تراث. الجملة 6 هتبقى landmark علامة بارزة، تمثال الحرية يعتبر من العلامات البارزة فين؟ في الآثار، تمام حبايبي. بعد كده الجملة رقم 7 هتبقى طبعا ميث. الجملة رقم 8 هتبقى تمبل، the Luxor temple is located يقع في on the east bank على الضفة الشرقية. الجملة رقم 9 هتبقى across، طبعا كيم across، تمام؟ close friend بيقابل صديق حميم ليه، ممكن يجي لك السي يقول لك اكتب على close friends الاصدقاء الاحماء. بالنسبة لطلاب الازهر I unfolded my arms فتحت ايديا كده وايه وايه عنقته hugged him يعانق. بعد كده حبايبي الجملة رقم 10 digging up. الجملة رقم 11 hand in بسلم المفاتيح. الجملة 12 هتبقى picked. الجملة 13 هتبقى construct يشيد اللي هو عكس يدمر يشيد، تمام؟ الجملة 14 remarkable monuments آثار، بقول remarkable ملحوظة ومتميزة.
حبايبي هننتقل لصفحه 8. الجمله 8 هتبقى كلاسيفايد طبعا اكوردنج تو، طبقا للسبجكت للموضوع او للماده، تمام؟ كلاسيفايد تصنف عشان تبقى عارف. الجمله 16 رونز معناها في دمار في خراب. بيقول لك الحرب على الرغم انها بيبقى ليها اغراض عسكريه ناجحه ولكن بتترك اقتصاد ان رمز في دمار، تمام؟ 17 هتبقى اسوشيتد ويز مرتبط ب لانج كانسر سرطان الرئه. بعد كده وندرز اللي هي العجائب، تمام؟ بعد كده كلمه اكسبيديشن رحله استكشافيه، بتبقى رحله منظمه الى اماكن خطيره. بعد كده الجمله اللي بعديه اي ابريشيت انا اقدر ذلك اللي هي نمبر سي. 20 هتبقى نمبر سي. بعد كده الجمله 21 طبعا لوكيشن. بعد كده الجمله 22 انهابت فيو كريتشرز كائنات قليله بتسكن انهابت بتسكن قاع المحيط. الجمله رقم 23 ريجونز اماكن او مناطق في المخ اللي هو الزهايمر ديزيز مرض الزهايمر اماكن في المخ او مناطق في المخ. بعد كده ريكونايز قدرت اتعرف عليه، انا ما شفتهاش ولكن قدرت اتعرف عليها، تمام؟ الجمله 15 حبايبي كالتشرال طبعا كالتشر ده عنوان اليونت كالتشر هيرتيج التراث الثقافي. خدوا بالكم اليونت ده مهم، اليونت ده كلماته حلوه، اليونت ده بيتكلم عن العرض الموميات وبيتكلم عن عرض الملكات والكلام اللي هو تم في مصر في الفتره اللي فاتت، فممكن يجي السي لو جالك سؤال رايتنج، فخد بالك اليونت ده مهم وكلماته مهمه ويشتغل السي جميل جدا. 26 تمام الجمله 26 كابتشرر اللي هي نمبر بي. الجمله 24 سي. بعد كده 25 هتبقى بي. 26 اي بي لافد اللي هو مرادف محبوب بي لافد اي. 27 هي طبعا محلوله نورثرن ايجيبت. طب ما خدناش ليه الاولى؟ الاولى عايزه ذا ذا نورث اوف. طب ما خدناش ليه الثانيه؟ ما قلنا عايزه ذا واوف. كلمه نورث نورث بيجي قبلها ذا واوف، الاتجاهات الرئيسيه ياتي قبلها ذا واوف حبيب قلبي. طب هنا دي بقى اتجاهات فرعيه ما بتاخدش ولا ذا ولا اوف فنقول نورثرن. طب نورثرلي الاخيره الاتجاهات بقى ما دام خدت ال واي كده فلازم يجي بعديها حاجه من الاثنين، اما دايركشن اما ويند اما اتجاه اما رياح. خلاص خد بالك يعني لو لقيت كلمه دايركشن او لقيت كلمه ويند هشتغل على الكلمه الاخيره. خد بالك الاتجاهات والرياح الاقي كلمه دايركشن نفسها الاقي كلمه دايركشن او ويند. الجمله 28 هتبقى تو طبعا ديديكيتد تو واخدينها من التعبيرات. بعد كده الجمله 29 هتبقى بورت، تمام؟ حلوه قوي كلمه اشور دي عجباني قوي. اشور معناها الى الشاطئ او على الشاطئ. اشور اشور الايه لازقه في شور، الى الشاطئ او على الشاطئ، اما شاطئ بس طبعا شور، تمام حبايبي. الجمله 30 هتبقى طبعا بنك. خلاص اسوان طبعا تقع على الضفه الشرقيه ايه لمين؟ لنهر النيل. طبعا الترجمه الثقافات المختلفه، الترجمه دلوقتي في سؤال الرايتنج الثقافات المختلفه تفيد الكثير من الناس وينبغي احترامها، تمام؟ هذا وينبغي ان نحترم ذلك الان، تمام؟ فالثقافه المختلفه تعني مناهج مختلفه للافكار، تمام؟ للافكار الاساسيه في مجتمعك، تمام؟ والتي قد تمكن مجموعه مختلفة من مساعدة مجموعة أخرى على تعلم شيء جديد، تمام؟ كوميونيتي طبعا هنا جزء من المجتمع أو مجموعة من الناس في المجتمع، تمام؟ تعاني كثير من الدول من مشكلة البطالة، يبقى أقول a lot of ممكن أقول many countries suffer from تعاني من the problem of unemployment البطالة which causes التي تسبب A serious threat تهديد THREAT تهديد to stability استقرار. كل ده يا جماعة في مذكرات التراجم اللي خدناها أول السنة stability STABILITY and social peace. social peace والسلام الاجتماعي. طب أقول social ولا sociable؟ أقول social لأن sociable اجتماعي مع الأشخاص، اجتماعي مع الاشخاص.
خلاص حبايبي. بعد كده عندي الجملة 31 طبعا هتبقى بي، 2 هتبقى A، 3 هتبقى لاند مارك معلم بارز، 4 سايتس هتبقى اللي هي المواقع، 5 اللوكيشن الموقع، 6 اندر جراوند يقصد طبعا بمترو الانفاق، فاسيليتيتد اللي هو معناها سهل، تمام حبايبي. الجملة بعد كده 37 هتبقى هيستوريكال، بعد كده 37 هتبقى هيستوريكال الاماكن التاريخيه، الجمله 38 هيريتاج تراث، الجمله 39 هتبقى كولوم عمود، كولوم كان بيبقى مكتوب على الاعمده النحت، الجمله 40 طبعا هتبقى بورت ميناء، الجمله 41 ميث طبعا اللي هو اسطوره ايه ايزيس واوزوريس، تمام. 42 ريمينز بقايا او الاثار، 43 لايت هاوس المناره، 44 هتبقى كولومز، و5 هتبقى مونومنتس. حبايبي ننتقل الى الديدكشن، جمل الديدكشن اللي خدناها مع بعض صفحه 10 هتبقى الجمله رقم 2 اللي في النص اللي هي از كراينج، تحتيها على طول اقول هي كانت بي هابي، لا يمكن يكون سعيد. الجملة رقم 3 جنبيها ممكن نقول مي وممكن نقول مايت وممكن نقول كود عادي جدا، خلاص احتمال يبقى من انجلترا انا مش متأكد. بعد كده الجملة رقم 1 هنقول ماست بي، الجملة رقم 2 هنقول مي او مايت او كود بي، الجملة رقم 3 الساعة دي لا يمكن تكون غالية دي بلاستيك يبقى كانت بي، الجملة رقم 4 هتبقى كانت، الجملة رقم 5 طبعا هتبقى ماست، الجملة رقم 6 هتبقى كانت، تمام. فيجيتيريان طبعا اوبشن اختيار نباتي، نباتي ها نباتي، فيجيتيريان جاي من ايه؟ فيجيتابلز. بعد كده عندي رقم 6 قلنا هتبقى كانت، الجملة 7 مي مايت كود عادي، الجملة 8 هتبقى ماست، 9 ماست، واخيرا ماست. بعد كده الاستنتاج في الماضي، الجملة رقم 1 هتبقى كانت هاف 1، كانت نحط كانت، بعد كده الجملة اللي بعديها ماست هاف، تمام. اللي بعديها رقم 3 ماست هاف برضو، 4 هتبقى مي او مايت او كود، مي او مايت او كود. اما الجملة 5 هتبقى ماست، تمام ماست، الجملة 6 هتبقى ماست، الجملة 7 هتبقى مي، الجملة 8 هتبقى كانت هاف 1، الجملة 9 هتبقى must have أو must، تمام. أما الجملة 10 must have read، خلاص حبايبي. بعد كده ننتقل إلى صفحة أخرى عشان التمارين، بالتحديد صفحة 11 الجزء من فوق أهو، صفحة 11 اللي هو use the information A to complete the sentences. حبايبي أول جملة على might أهي طبعا محلولة، تاني جملة هنقول he might have been born، might have been born، وكمل. بعد كده he couldn't have been poor، couldn't have been poor. بعد كده الجملة اللي بعديها he must have spoken Latin اللي هو بيتكلم ايه لاتينية. بعد كده he can't have had ايه حبايبي هتبقى of a free، وكمل طبعا can't have had، خلاص كده. طيب بعد كده هننزل تحت، يعني ما كانش اكيد ايه او اكيد ما كانش عنده الوقت المناسب او الفاضي. انزل بعد كده الجمله رقم 1 هتبقى سي، كانت هاف بين، الجمله رقم 2 ماست هاف نون، الجمله 3 هتبقى مي هاف دايت، 3 هما بيعتقدوا ان حتشبسوت ماتت من مرض معدي لسنه، تمام. توث انفكشن، تمام توث انفكشن من عدوى سنه، السنه دي، تمام. may have died بيعتقدوا، حتى جه في الاخر قال لك no evidence، مفيش دليل، يبقى ده احتمال. بعد كده couldn't have، مصر القدماء استحاله يكون بنوا اهرامات بدون ايه الرمز. بعد كده عندي رقم 5 can't have been، can't have been. بعد كده طبعا صفحه 5 صفحه 12 من فوق، تمام صفحه 12 من فوق الجملة هتبقى might have given، لأن طبعا قالوا زي could speak هما يعني إيه عشان يكلموا الآلهة، فاحتمال تمام احتمال يكون إدوا الموميز بتاعهم gold tanks، احتمال يكون عملوا الموميات ألسنة من الذهب
لانهم بيعتقدوا انها بتتحدث الى الالهه، تمام؟ فهم مش عارفين لانهم يعني الاعتقاد، تمام؟ عشان كده خدنا مايك، تمام؟ لانهم بيعتقدوا ان في البعث والخلود، ما كانوش متاكدين طبعا. سته هتبقى ماست. الجمله سبعه بدات باي دونت نو، احتمال يبقى مايت. الجمله ثمانيه هتبقى ماست. ايمرجنسي سيرفيسز خدمات الطوارئ وصلت، اكيد في حادثه. الاسعاف جت يبقى اكيد في حادثه. الجمله رقم تسعه هتبقى ماست، تمام؟ الجمله تسعه ماست. الجمله 10 كانت. طبعا ليه 10 كانت؟ زاد كانت بي، يعني بيقولوا مش معقول ده كتابي، انا كتابي في الشنطه، كتابي في الشنطه. الجمله رقم 11 هتبقى ماست هاف بين، 11 ماست هاف بين، ده هو غايب من المدرسه اكيد هو مريض. الجمله رقم 12 هتبقى ماست هاف ليفت. الجمله 13 مايت هاف ليفت. الجمله 14 ماست. الجمله 15 ماست. الجمله 16 هتبقى ماست. الجمله 17 ماست هاف بين، بيقول له هي احتمال تكون سعيده لان هي ايه؟ نجحت. معايا يا حبايبي؟ لان هي نجحت. الجمله بعد كده 18 هتبقى كانت هاف، لا يمكن يكون اشترى البيت، تمام؟ ويز اوت الون، بدون كارد، لانهم هم ما عندهمش اي مدخرات، لا يمكن يكون اشتروا البيت بدون كارد. لانهم هم ما عندهمش مدخرات، يعني اكيد ما اشتروش الا لما خدوا الكارد، يبقى كانت هاف. بعد كده الجمله 19 مايت، تمام؟ دونت ايت، ما تاكلش المشروم ده، تمام؟ اللي هو طبعا بتاع عيش وغراب، تمام؟ ات مايت اي بي بايزنس، لانه طبعا الحل هنا في 19، لانه احتمال يكون سام، ما قالوش سام وقالوا ما تاكلوش، يبقى مش اكيد سام وما فيش ماست اساسا جد. الجمله 1 19 مايت. الجمله 20 هتبقى ماست. الجمله 21 ماست هاف، ماست هاف. الجمله 22 هتبقى ماست، تمام؟ الجمله 22 ماست. 23 ماست. 24 برضو هتبقى ماست. 25 زينب ماست بي سربرايزد، اكيد مندهشه لما هي فازت، لان هي ما اعتقدتش انها ايه هير بينتنج، ان اللوحه بتاعتها هتبقى كويسه، تمام؟ انا انتقل الى صفحه 13. الجمله 26 ماست هاف بين، الرحله من باريس خدت 4 ساعات، متاخره، يبقى اكيد كان في مشاكل في الطقس، اكيد اتاخرت 4 ساعات، يبقى ماست هاف بين. انزل 27 هتبقى ماست. الجمله 28 هتبقى كانت، لا يمكن يكون كانت هاف جان فار، لا يمكن يكون بعد ده لسه ماشي. الجمله 29 ماست هاف فورجيت، اكيد نسي يطفي الحنفيه، عشان كده الدنيا غرقت. الووتر، الميه اول اوفر، مالت الارضيه، تمام؟ الجمله 30 هتبقى ماست. الجمله 31 هتبقى ماست برضو. الجمله 32 هتبقى ماست، تمام؟ بيقول لك على التليفون بيرن، رد. ات ماست بي اي كيت، شي اولويز، هي دائما بتصل في نفس الوقت، ده يبقى هي اكيد، تمام؟ طبعا الجمله 33 كانت، لا يمكن، لا يمكن يكونوا هم يعني معجبين بهذا الفيلم، ده هم مشوا وسابوا الفيلم بعد 20 دقيقه، يبقى لا يمكن يكونوا معجبين او ثينك ماتش اوف، او بيفكروا في هذا الفيلم، تمام؟ استحاله يعني يكونوا متعلقين بيه يعني، تمام؟ انزل رقم 33 قلنا كانت. 34 هتبقى ماست. 35 هتبقى ماست هاف. 35 ماست هاف، تمام؟ طبعا بيقول له I have just woken up and it's 11، انا صحيت ودلوقتي it's 11 am، الساعه 11 صباحا، تمام؟ اي اكيد انا نسيت اظبط الايه؟ المنبه لاست نايت، هنا ماست هاف. 6 هنا طبعا يظبط، يبقى ماست هاف اكيد نسي يظبط. بعد كده الجمله اللي بعديها هتبقى كود، تمام؟ الجمله طبعا كود ومي ومايت، فهناخد الاخيره، يعني كود ومي ومايت، ف 36 هناخد الاخيره. 37 هتبقى ماست. 38 ماست هاف. 39 ماست هاف. اما 40 ماست هاف تيكن، انا مش لاقي الهاند باج بتاعتي، الشنطه بتاعتي، تمام؟ فاكيد طبعا هنا ايه؟ ماست هاف تيكن ات باي ميستيك، بيقول له انا مش لاقي الهاند باج بتاعتي، فطبعا هنا سمون اكيد شخص خدها باي ميستيك بالخطا، تمام؟ يلا تراجم حبايبي. طبعا الترجمه بتقول طبعا ايه؟ بيقول لك بيشور تاكد
من أن الآخرين لديهم معتقدات ومبادئ، تمام حبايبي، ومبادئ وأفكار وأديان مختلفة، تمام، وأديان مختلفة عن معتقداتك، فيجب عليك احترامها وقبولها جميعا، تمام. دي كانت الترجمة. الترجمة اللي بعديها كلمات الصعبة مكتوبة تحتيها، حماية التراث، هقول protecting heritage is not the responsibility، كلماتها مكتوبة تحتيها، ليست مسؤولية of the government alone، ليس مسؤولية الحكومة بمفردها، تمام. ونحط full stop ونقول if we don't take care of our heritage، ولو ما اهتمناش بالتراث بتاعنا، take care of our heritage it may disappear، ربما يختفي. وفعل appear و disappear يا حبايبي لا يأتي مجهول، لا يأتي مجهول، تمام، as easily as most of the wonders الاعجاب بالأوم of the ancient world، of the ancient world، the ancient world، تمام، خلاص. عشان كده نبقى كده الترجمة خلصت تماما، تمام حبايبي. ننتقل بعد كده الى بيج صفحة 16، تمام، صفحة 16 من تحت. طبعا الجملة رقم واحد هتبقى موفينج، الفيلم كان مؤثر جدا، حلو قوي كلمة موفينج، خد بالك الناس بتعيط ادز اند في النهاية. الجملة بعد كده رقم اتنين هتبقى ابريشيت، يقدر، تمام، ينبغي ان نقدر العلم والعلماء. الجملة رقم تلاتة هتبقى هيريتيج، اربعة بروسيشن، موكب، هو صف من الفيكلز من العربات، والكلام ده مهم جدا عشان اللي حدث في مصر في الفترة الأخيرة. صفحة 17، صفحة 17 طبعا اهو، طبعا الجدول اللي من فوق. بالنسبة رقم واحد هتبقى ماست سي، رقم اتنين هتبقى ويل وورث، تمام، رقم تلاتة not to be missed، رقم اربعة moving، تمام، رقم خمسة highlight، ستة artifacts، حلو قوي كلمة artifacts، تمام، واخدينها في الكلمات، وسبعة displays، يعرض، تمام. بعد كده هننتقل الى page 19، صفحة 19، تمام حبايبي، صفحة 19، ما تنساش في صفحة 19 من فوق نصائح لكتابة مقال نقدي عن السفر. لو انا عايز اعمل مقال نقدي عن السفر اعمله ازاي؟ اهو give the main idea، ادي الفكرة الرئيسية، تمام، عن العنوان say why you visited، ليه انت هتزور المكان ده، اعمل summarize، تلخيص، so what you like it، مقال العناصر دي ما امشي عليها لو عايز اعمل مقالة نقدية عن السفر، تمام حبايبي، تمام. لازم اخد صور، لازم اخد بعض النصائح اللي هتساعدني، helpful tips، وهكذا. ابدأ التشويس، هتبقى رقم واحد هتبقى بي، رقم اتنين healing، طبعا بيقول له deep wounds، الجروح العميقة لازم تتخيط كويس جدا عشان تساعد عملية الالتئام، healing process، تمام. رقم تلاتة طبعا دي، رقم اربعة ايه، رقم طبعا الاختيار ده سهل جدا يعني ما فيهوش اي مشكله، يعني اعتمد على الكلمات، خمسة ولو في حاجه صعبه انا بوضح عشان تبقى عارف، تمام. رقم خمسة الاخيره، رقم ستة بيقول له عكس موفينج طبعا ايموشنالس، طبعا غير مؤثر او ليس ذو مشاعر. سبعة بعد كده اسوشيشن، تمام، مستر يوسف سيت اب ان تمام اسوشيشن، بعد كده عندي عمل منظمه او جمعيه. رقم 8 دام، رقم 9 جيت واي، وخدناها في النوفل، اخدناها في اليورت البوابه. رقم 10 طبعا، رقم 10 ديسفير، رقم 11 بيريد، الكلام ده خطير جدا يا جماعه، الكلام ده خطير جدا اللي بيتحل عليه دلوقتي، تمام، دي كلمات اليونت، ولو انت حلل غلط يبقى انت مش حافظ كلمات اليونت، خد بالك. الجمله رقم 12 تورد، يقوم بجوله في الريف، promoting his book، تمام، بقول promoting his book، خلاص. بعد كده بقى عشان يطور كتبه ويطور من نفسه بياخد جولة.
فرقم 13 تمام كعقلية مؤلفة يعني. رقم 13 رقم 13 هتبقى A تمام 13 A 14 هتبقى B طبعا يعني مؤامرة تمام انتريكيت اللي هي مؤامرة معقدة بلوت مؤامرة بلوت مؤامرة ولو بلوت اشتغلت كفعل تبقى بلوت اجينست تمام يتآمر ضد فطبعا مسرحية الملك لير كانت اعتبر ايه انتريكيت بلوت تمام مؤامرة معقدة او متشابكة خدناها نمبر بي. رقم 15 هتبقى سي ودي حلوة قوي في اسكندرية زي وير كابتيفيتد دول كانوا متأثرين جدا معجبين جدا تمام بالايه بالبيتشز بالبلاجات الجميلة كابتيفيت تمام بقول كابتيفيتد معجب جدا تمام ودي جميلة جدا الجملة دي يا جماعة جت قبل كده في امتحان ثانوية عامة 16 رويال ملكي تمام رويال ملكي بعد كده اخذنا الجملة قلنا رويال بعد كده نبدا صفحة 20 من فوق الجملة طبعا وورث اكيد عشان جاي اي ان جي يستحق فعلا الجملة 18 نيجوشيت معناها يفاوض تمام تعني ايه حلو قوي طبعا اخذنا في مذكرة القاموس مفاوضات نيجوشيشنز 19 طبعا ماستري سر غامض تمام ماستري سر غامض خد بالك الكلمة دي تمام بعد كده ديسبلاي يعرض تمام الجملة بعد كده 21 سي مجموعة متنوعة من الجملة 22 طبعا هتبقى بي بعد كده الجملة 23 دي الجملة 24 طبعا آخر كلمة هتبقى كابيتال آخر كلمة هتبقى كابيتال في اللي هي الجملة رقم كام 23 انتوا فاهميني هتبقى في العاصمة الجديدة تمام انشاء ايه بيقول لك انشاء مطار جديد 24 هتبقى ايه تمام تذاكر الدخول 25 هتبقى 2 ريليت 2 واخدينها في حروف الجر اللي هم تمام اخر كلمتين دراج ابيوز اساءة استخدام العقاقير الناس اللي بتستخدم الادويه كمخدرات تمام الجمله 26 هيستوريك بيلدينجز ولو ما فيش هيستوريك اخد هيستوريكال تمام اماكن هامه تاريخيه الجمله 27 هناخد الاخيره بي وسي لان بيقوم ببحث اما كاري اوت اما دو فالاثنين صح 28 هناخد الأخيرة تمام موثوق فيه هناخد طبعا ريلابل وأوثنتيك الاثنين صح موثوق فيه A و B فهناخد الأخيرة موثوق فيه وعتيق وأصلي تمام انزل 29 ايموشنال أما الجملة عكس سيريوس طبعا هي مرادف موفينج مؤثر ايموشنال طبعا 30 عكس سيريوس طبعا هي جوكينج مازح أما ننزل لسؤال الترانزليشن يا طلاب الأزهر أديني بحل رايتنج يا طلاب العام بنحل رايتنج اهو مقالي تمام عشان تبقوا عارفين الترجمه بتقول طبعا ان المعرفه والابتكار هم او هما قاعدتين او قاعده اساسيتين لمواكبه التطور تمام قاعدتين اساسيتين لمواكبه التطور الهائل في العالم في جميع المجالات اما اللي بعديها يجب علينا ترشيد استهلاكنا يبقى we must والكلمات تحت اهي we must rationalize our water consumption تمام استهلاكنا للماء وادي عندك كلمة استهلاك وخدناها في مذكرة القاموس or وإما we will face serious problems مشكلات خطيرة in the near future in the near future حبايبي ننتقل إلى جزء التست تمام صفحة 21 الجملة رقم 1 preserved الجملة رقم 1 preserved الجملة رقم 2 landmark معالم بارزة أو معلم بارز الجملة 3 هتبقى came across تمام الجملة 4 هتبقى dedicates تمام طبعا إن الممثلة الآن خلاص كرست نفسها لإيه لرعاية جمعية خيرية للأطفال بعد كده الجملة خلاص خصصت وقتها كله الكلام ده الجملة 5 هيريتيج اللي هو التراث تمام بعد كده عندك الجملة 6 رين أثناء حكم تمام 6 هتبقى رين اللي هي سي الجملة 7 هتبقى apart عشان apart from معناها بغض النظر عن أو باستثناء أو ما عدا الجملة 8 هتبقى دي تمام طبعا بيقول لك elaborate preparations تجهيزات متقنة تمام 9 هتبقى must 10 هتبقى برضو ماست يعني 9 هتبقى ماست و10 هتبقى ماست
11 بقى هتبقى ماست بس بحط لها هاف يبقى ماست هاف. 12 هتبقى كود هاف بين كود هاف بين. 13 هتبقى الاخيره ماست بي. طب ليه؟ احنا مضطرين يعني نبلغ ان ايه بعض الخدمات ماست بي ديليد، يجب ان تؤجل. خلاص كده يبقى ماست بي ديليد. خلاص كده حبايبي. يبقى عندي هنا الجمله 11 قلنا ماست هنحط لها هاف، الجمله 12 هتبقى كود هاف بين، الجمله 12 كود هاف بين. هو بيقول لك هو من المفترض ان يكون هنا منذ ساعه، ده اكيد هو ستاك ان عالقا في المرور. حلو الجمله دي، حلو التعبير ده ستاك ان ده، تمام. يبقى هنا احتمال وليس اكيد طبعا. خلاص خد بالك اجو ماضي يبقى كود هاف بين، ما ينفعش استخدم طبعا ايه اي واحده من بتاعت المضارع. الجمله 13 هيبقى الحل ماست بي. 13 اكيد ده المدخل الرئيسي، ده انا شايف الناس كيوينج تو واقفين طابور هناك، كيو تو واقف طابور عشان يدخل. بعد كده الجمله 14 هتبقى مي وريجريت، احنا مضطرين نبلغك ان بعض الخدمات احتمال تؤجل وليس اكيد. معايا؟ تمام. انزل بعد كده الجمله 15 هتبقى ماست، تمام. الجمله 16 كود اللي هي بتساوي مي وماي. الجمله 17 هتبقى بي، تمام. لاني بلخص بتبقى جمله، تمام. A short statement giving only the main information، المعلومات الرئيسية، تمام. ده بيبقى السمري. الجملة 18 هتبقى 18 هتبقى الأخيرة، لأن إحنا بنستخدم rhetorical questions الأسئلة البلاغية في طبعا في البرزنتيشن، وبنستخدمها في الكريتيف رايتنج، تمام. أي كتابة إبداعية. خلاص حبايبي يبقى ناخد الأخيرة. الجملة رقم 19 هناخد طبعا ايه مقال الجدلي، طبعا بضع في الاعتبار السبجكت ماتر الموضوع بتاعي او الموضوع الرئيسي. بيقول لك بيتطلب من الطلبه ان تكتب افكارها واضعين في الاعتبار السبجكت ماتر الموضوع الرئيسي اللي بيتكلموا عنه. طبعا ده الجدلي اللي بيكتبوا فيه الطلبه وبيتناقشوا فيه عشان يوصلوا الى معلومه معينه. 20 طبعا هتبقى هي اللي سي اللي صح، يعني ده اسلوب تعجب بنستخدم وات او ان صفه اسم. هنا مش سؤال، خلي بالك هنا مش سؤال، هنا مش سؤال، احنا بنتعجب اما بوات اما بهاو. في حاله وات وات ايه او ان صفه اسم، اما في حاله هاو بيبقى هاو ومين والصفه، ده التعجب هاو والصفه او وات ايه او ان صفه اسم. بعد كده الجمله 21 هتبقى سي، 22 بي. طبعا الجمله 21 هتبقى سي، 22 هتبقى بي. 22 بعديها متكرره طبعا هتبقى برضو بي، يبقى 22 22 بي، ها 23 برضو بي، 24 هتبقى سي، 25 هتبقى 25 هتبقى سي، 26 هتبقى سي، 27 برضو هتبقى سي، تمام. 27 هتبقى سي برضو، 28 هتبقى بي. طبعا اللي بيبقى عندهم روماتيزم لما من كتر ما كانوا بيشيلوا الايه الحجاره عشان كانوا بيبنوا، تمام. بعد كده هنقلب الصفحه. طبعا كل اسبوع ما تنساش احنا بنحل ايه، بنحل حبايبي قطعتين زي ما انت شايف. خلاص حبايبي. بعد كده ودلوقتي حبايبي صفحه 23. الجمله 29 هتاخد ايه، الجمله 30 هناخد الاخيره، الجملة 31 هتبقى ويت، تمام، اللي هو القمح. الجملة 32 الأخيرة. الجملة 33 هتبقى بي، 34 هتبقى A، 35 هتبقى بي، 36 هتبقى الأخيرة. بعد كده سؤال الترجمة، طبعا هقول مجمع معبد فيلة هو واحد من أروع المعالم السياحية القديمة في مصر، وهو يقع على جزيرة هادئة، تمام حبايبي، جزيرة هادئة، تمام، ومكرسة تماما لإيزيس، تمام. طيب يعني خاصة يعني بيه. بعد كده الترجمة اللي بعديها بقول the Egyptian government، الحكومة المصرية is doing its best، تبذل قصارى جهدها to develop tourism in Sinai
في سينا اس اي ان اي اي والاس كابيتال طبعا اند ابر ايجيبت وصعيد مصر ابر يو دبل بي تي الى اي ار ايجيبت اند امبروف وتحسن من ذا ستاندرد اوف ليفنج امبروف ذا ستاندرد اوف ليفنج مستوى المعيشه اوف بيبل ذير تمام. اخر ترجمه طبعا بنقول توريزم السياحه is considered تعتبر one of the most important sources of national income للدخل القومي as it provides لانها بتزود ايه provides بتزود او بتوفر hard currency العمله الصعبه تمام that helps to fight unemployment through or by employing a wide range of the youth in Egypt تمام of the Egyptian youth الشباب المصري. حبايبي دلوقتي ننتقل الى جزء اخر وهو جزء الايه القصه. ودلوقتي حبايبي ننتقل لجزء القصه صفحة 15 بنحل على شابتر 9 طبعا. الجملة رقم 1 هتاخد دي permanently بشكل دائم. الجملة رقم 2 طبعا crouched طبعا جلس كده وميله وانحناله تمام. رقم 3 deserted يهجر ويترك. بعد كده الجملة رقم 4 sank. طبعا الجملة 5 هنقلب الصفحة طبعا دي تعبيرات القصة. الجملة 5 هتبقى بي. الجملة 6 هتبقى بي. 7 هتبقى سي كونفيرم يؤكد. بعد كده 8 واتش مان. الجملة 9 كونفيرم. الجملة رقم 10 هتبقى سي. الجملة 11 هتبقى سي. الجملة 10 هتبقى بي. 11 هتبقى سي. 12 هتبقى بي. الجملة 13 سي و14 سي. الأسئلة من تحت دي رايتنج عام وأزهر تمشي إيدك على إجاباتها خلاص وخصوصا طلاب الأزهر عشان تبقى عارف يا طالب الأزهر. بعد كده دلوقتي صفحة 17 الجملة رقم 1 هتبقى الأخيرة ديسمس يطرد وتنفع فاير يطرد تمام. الجملة رقم 2 اي 3 هتبقى سي يوشوشه. بعد كده 4 هتبقى الأخيرة الدور مغرم بيه بيحب انزل. بعد كده 5 طبعا مبذر اكستريفيكانت تمام. بعد كده 5 بي. 6 بي المعجبين. 7 هتبقى اي مديون تمام في ديون. الجمله 8 ارجنت اللي هو المغرور. طبعا الجمله 9 هتبقى بي. 10 هتبقى سي. 11 بشكل دائم اللي هي دي. اما 12 فير اوف اتكررت اكتر من مره. دلوقتي حبايبي الجزء ده خاص بطلاب الازهر. يا طلاب الازهر يا حبايبي يا مشايخنا ادينا بنحل محادثات تمام عشان حبيبك مستر نجار مش ناسيك خلاص. يلا يا حبيبي يلا اول محادثه تمام. طبعا بيقول لك نايل از ذيس هوتيل كان اي هيلب يو. محادثات بقى على المنهج بقى عشان تفيدك اكتر طبعا. اول نقطه هتبقى كان اي هيلب يو تحب اساعدك. يبقى رقم واحد هيقول له I'd like to. يلا يا طلاب الازهر ورقه بالقلم. I'd like to reserve او to book. انا عايز احجز reserve R E S E R V E. عايز احجز ايه اروم حجره من فضلك. Certainly بالتاكيد how many nights كم عدد الليالي. كم عدد الليالي. بعد كده قال له ثلاث ليالي. ساله سنجل اور دبل. في مذكره المحادثات يا طلاب الازهر انا وزعتها عليكم فيها حلول اجابات من كل المحادثات تمام. سنجل اور دبل تمام كده. قال له سنجل بليز يعني حجره بالسرير ولا اثنين. سنجل اور دبل تمام. طبعا فيري ويل ساله سؤال. قال له طبعا محمد عطا طبعا ده عنوان يبقى اكيد. قال له يور ادرس بليز العنوان بتاعك. ادرس اي دبل دي ار اي دبل اس. والادرس يا حبايبي هو عنوان البيت او عنوانك الالكتروني على موقع الكتروني تمام. اما طبعا خمسه از ذات ايفري ثينج هل ده كل شيء. اما اخيرا ستة هيقول له تيل مي اخبرني اف ذا هوتيل اوفرلوكس ذا نايت. اوفرلوكس ذا نايت.
overlooks يعني يطل على. overlooks. tell me اخبرني. if the hotel overlooks the Nile اخبرني لو النيل بيطل الفندق بيطل عني. المحادثة رقم 2 what's wrong with you ايه المشكلة رايح يصلح طبعا الغسالة. what's wrong رقم 2 what's wrong with you رقم 2 what make is it ايه الماركة. حلو قوي السؤال ده. حلوة كلمة make ماركة make اللي هو فعل يصنع. what make رقم 3 what's your name and address what's your name and address ده رقم 3 اديني اسمك وعنوانك. 4 why do you ask وبتسأل ليه. 4 why do you ask وبتسأل ليه. رد عليه قال له someone will be ready to check it. someone will be ready في حد هيبقى جاهز ويجي يفحصها لك. you are welcome thank you you are welcome شرفتنا. او ممكن اقول له not at all. حبايبي صفحة 19 تمام المحادثة رقم 3 تمام المحادثة رقم 3 رقم 1 طبعا رقم 3 نبدأ برقم 1 فيها what are the qualities ايه صفات القائد should have. what are the qualities the leader should have ايه الصفات اللي ينبغي ان يمتلكها القائد. بعد كده رقم 2 are you sure هل انت متأكد this choice is right. are you sure رقم 2 are you sure that هل انت متأكد this choice ان هذا الاختيار choice choice is right. رقم 3 بعد كده yes he does. رقم 4 تمام we would make more suggestion احنا هنعمل اختيارات او اقتراحات اكتر. 5 I can't ولكن ما اقدرش. 6 طبعا ممكن اقول له why بس واكتفي تمام. المحادثة رقم 4 ودي اخر محادثة حبايبي. طبعا I'm fine thanks طبعا بيقولوا how are you طبعا how are things هي how are things how are you تمام I'm fine thanks تمام ممكن اقول له great. رقم 2 I'm busy انا مشغول جدا I'm busy تمام. رقم 3 what will you do طب انت هتعمل ايه. رقم 4 what will you read طب انت هتقرا ايه. رقم 5 which kind of books will you read which kind of books اي نوع من الكتب انت بتحبها. بعد كده رقم 6 I borrowed it انا استعرته from my father من بابايا. I borrowed it borrow يستعير او يستلف تمام تجيبها في الماضي. I borrowed it from my father. حبايبي الحلوين في اللحظة دي يبقى كده انتهينا تماما من مين من واجب الحصة اللي كنا محددينه النهاردة ألا هو واجب الحصة الخامسة في الترم الثاني. شكرا حسن الاستماع بالله عليك ما تنساش تذاكر كويس الملاحظات قبل ما تمتحن الامتحان الرسمي للكمية اللي احنا محددينها. بالتوفيق ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم اذا كان في عمر بقاء ان شاء الله سوف يكون اللقاء معلومات جديدة لواجب ان شاء الله لحصة مفيدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.